محمد بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الثالث عشر والخاص بانطلاقة وتحديات، هنا أيضا الإبكار من هجن أصحاب السمو والشوخ ضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نتابع مشاهدينا الكرام، هنا نتابع مشاهدينا الكرام الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط النخلي. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المكتشف هنا علي بن هزيم المسافري في التضمير. تأتينا الشاهينية من هجني سيح السلام بقيادة عبد الله بن ثعلب الهايري من يتابعها. هناك المنطلقة بهذه الانطلاقات والتحديات الطويلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن عبيد الحميري في التضمير. وعلى المركز الرابع وصلت الظبي على المركز الرابع من هجن الظبي مع المبتكر محمد بن حمد بن رغش لوهيبي في التضمير. القادمة على المركز الخامس هنا تأتينا غالية لهجن سيح السلام بقيادة فهد بن حصين بن فهد النعيمي من تأتي هنا على المركز إذا الخامس وسادس المراكز. المركز السادس من الجانب الآخر المنطلقة هنا بهذا التحدي الجميل والقادمة الباهظة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أو هنا المنطلقة في هذه اللحظات العنود عفوا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري من يقدمها المتمرس. هنا زعفران لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. تأتينا سابعا بقيادة المضمر مختار بن أحمد بن عبد الملك الوصول من قبل حضور لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان السعيد بن مبروك لهيبي في تضميرها من تنطلق هنا ثامنا. والمركز التاسع، المركز التاسع والقادمة القادمة الباهظة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم الخبير مسري بن سالم بن العرطي الحميري عاشر المراكز. تأتي الشاهينية من اجل سيح السلام مع ايضا هنا سيف بن احمد بن خريدة المبدع من يقدمها. نعود مشاهدينا الكرام الى الصدارة، نعود الى المقدمة، نعود الى هجن الظبي من غيرت وقلبت موازين هذا الشوط. رأس على عقبه انطلقت بالمقدمة، انطلقت بالمركز الاول الظبي من هجن الظبي هنا بمتابعة المبتكر محمد بن حمد بن رغش لوهيبي تابعها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني والقادمة العنود من الجانب الآخر، العنود هنا المنطلقة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرقي الحميري المتمرس من يتابعها. المركز الثالث هنا تأتينا غالية من هجر سيح السلام مع فهد بن حصين بن فهد النعيمي، وهنا القادمة أيضا بها حضور لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع الكيلومتر الأخير بقيادة سعيد بن مبروك لوهيبي. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، إلى الظبي على الصدارة، الظبي على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا من هجن الظبي المنطلقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول محمد بن حمد بن رغش الوهيبي من يقدمها على صدارة هذا الشوط. هنا المركز الثاني حضور القادمة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد ومبروك لوهيبي في التضمير. الله، منافسة بين الظبي وبين حضور، بين الظبي وبين حضور. الله الله، المنافسات الأخيرة هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل. هنا حضور من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. حضور من انطلقت بالمقدمة وبالمركز الأول
هنا لسمو شخصي بن خليفة بن سيف آل نهيان، هنا من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الظبي في المركز الثاني من هجن الظبي، محمد بن حمد بن رغاش الهويبي والقادمة، هنا زعفران المعالي شيخ محمد بن مطيان حامد وعمختار بن أحمد، ولكن حضور من حضرت بهذا الشوط، حضرت بالفوز، حضرت بالناموس. تهانينا لسمو شخصي بن خليفة بن سيف آل نهيان، تهانينا للسعيد بن مبروك الوهيبي على هذا الفوز المميز الجميل. الظبي من حلت المركز الثاني من هجن الظبي، المركز الثالث زعفران لمعالي الشيخ محمد بن مطيئة الحامد، وتأتي هنا العنود سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم، وأفراح في المركز الخامس هنا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم، والشاهينية هنا من هجن سيح السلام من حلت أيضا سادسا. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مشاهدينا الكرام حضور إلى الفوز وإلى الناموس قاطعة المسافة بست دقائق 12 ثانية، خمسا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو شخصي بن خليفة بن سيف آل نهيان، تهانينا لسعيد بن مبروك الوهيبي على هذا الفوز الظبي من حلت على المركز الثاني بست دقائق 14 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الظبي ومالك سمو الشيخ منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، تهانينا لمحمد بن حمد بن رغش الوهيبي. بينما المركز الثالث من وصلت مشاهدينا الكرام هنا ايضا بست دقائق 14 ثانية، سبعة من الاجزاء من الثانية، هو توقيتي هنا زعفران لمعالي الشيخ محمد بن مطيئة الحامد، ثانينا المختار بن احمد.